يا رب أشكرك لأنه في الموسم ده أنت بتهز الأمم لكي يأتي الملكوت الذي لا يتزعزع. في الوقت ده يا رب أشكرك لأنك بتقيم الإكليسية بالأخص في إكليسية الحكومة في كل أمم الأرض، وبتقيم دبورات وبتقيم دانيال وبتقيم يا رب أستير يا رب في مجال الحكومة في كل الأرض. يا رب نسأل أن نقف في اصطفاف معك ونقوم من كل عبودية ونكون كأمتك اللي ولدتها إسرائيل، وإحنا بنقف في المكان ده إحنا بندرك إن إحنا أولاد الله، بندرك إن الخليقة كلها بتطوق لاستعلان أولاد الله، وإحنا يا رب نسأل إنه ذهن يسوع يطلق وفي وسط ما الإكليسية دي بتقوم والكنائس دي بتقوم ويكونوا بإن إحنا بنتعلم يا رب إن إحنا نقف مع بعض كتف لكتف وإن إحنا نشرع يا رب في مجال الحكومة وفي مجال العلاقات ومجال العائلات، وإحنا بنقف ضد كل قوات الشر اللي بتحاول تهجم على أمم الأرض، ونصلي إنه محبتك يا رب تنبثق يا رب لكل شارع ولكل طريق ولكل مجال في الحكومة. أشكرك لأنه يا رب ملكوتك بيتقدم بقوة، وعلمنا يا رب يعني إيه إنه الملكوت بيخصب، فعلمنا يا رب أن يا رب إن إحنا نعد الأمم.